سناب شاش، كيفكم؟ شو اخباركم؟ سو اليوم معزومه على الفطور عند اهلي، اوكي؟ فقلت اي جيت ريدي وذ يو جايز، فكنت ضافره شعراتي من امبارح مشان يصيروا كيرلي، اوكي؟ وفي منتجات طلبتهم من قبل، اوكي؟ لاني حبيت اعمل عليهم ترايل معكم، اوكي؟ بدي اجرب هالمنتجات الجديده معكم. المنتجات فايرل على التيك توك، اوكي؟ والناس اللي عم يستعملوها انه هن المنتجات شعر، اوكي؟ شعرهم عم بيصير زاز رسمي مثل هيك، كتير شايني، كتير ستريت، كتير حلوين. فقلت اني جرب هالمنتجات معكم، بس مو اليوم يعني، لانه لازم حط هو ماسك للشعر وهيك، فانه لازم حط ماسك وتحمم وكذا. فبس يكون في يوم فاضي بعملكم هالفقره. خلونا نعمل هيك فقرات سكين كير وهير كير، انه برمضان حلو الواحد يعتني شوي ببشرته وشعره، لانه غذائنا ما بيكون كتير مزبوط، لانه طبعا نكون صايمين، فممكن ناكل وجبه او وجبتين، وكمان ما بنشرب يمكن كتير مي فبيصير عندنا جفاف، وكمان نفس الشيء شعرنا. فلازم نهتم كتير بالعناية بالبشرة والشعر من ضمن الصيام، اوكي؟ سو هدول شعراتي. هلا راح اجرب معكم منتج واحد بس، هنن هدول المنتجات، اوكي؟ ما بدي فرجيكم اياهم تروحوا تشترون او شيء ويطلعوا مو حلوين، اوكي؟ قلت اجربهم انا قبل بعدين قلكم اذا اوكي ولا لا، تمام؟ فهدول هن المنتجات، اوكي؟ هاي مع السيروم، وهذا هو المنتج الرئيسي اللي الكل عم يستعمله، اوكي؟ هو ماسك للشعر ويعني بيقولوا انه رهيب، اوكي؟ فبدي جربه لانه ما لا يعني ما اوكي. سو بما اني عامله كيرلي قلت بستعمل السيروم، هو سيروم اويل، ريحته كتير حلوه، اوكي؟ بس كانه الكميه اكسترا، كانه كتير، بركي زيت شعري. وال بس حطيت نقطة، مسح هون ما حدا يحكي، انسوا الموضوع، اوكي؟ او شوي شوي ما بدي فكفك الكيرلز، بس بحط عليهم السيروم عشان يترتبوا. بتشل الريحة، جد بتشل، اوكي؟ كتير حلوة، بس بدي شوف لآخر النهار اذا رح يزيت لي شعري ولا لا. و apparently هاي ان هذا المنتج organic، بس ما عم اعرف اذا organic ولا لا، لانه كل المكونات بالصيني. ف هنا عم يقولوا انه it's organic، بس هون مكتوب we love organic and botanical ingredients. Botanical ingredients. Botanical. وين اخترعت الاسم؟ Botanical ingredients. Our promise is to make your hair natural and moist. The finest argan oil and honey were selected. The finest. Okay, so فيه argan oil وفيه عسل. Okay. مبدئيا حبيت النتيجة على شعري، خفف لي النفشة وكل شيء. و الريحة 10 out of 10. هلا رح اعمل مكياج سريع، مو حابة اعمل شي زيادة لانه هو فطور ببيت اهلي يعني، ف تكون مرتاحة. الريحة كتير حلوة، ريحة شعري كتير حلوة، حبيت اوكي. سو رح اعمل ميك اب توتوريال كتير بسيط. فبما انه كنا مسافرين صحيح، ومن فترة رجعنا عنا كتير شغل وكتير ضغط، فعم نحاول نلحق على كل شيء، فما عم افضى اطبخ بالبيت، ما عم افضى اعمل شيء يعني. لسه اول امبارح راجعين، ومن اول ما رجعنا نحن طول الوقت تصوير 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 تصوير. نحن امبارح كان عنا فول داي تصوير، مع اني طبخت يعني، بس انه ما قدرت صور لكم اياه لانه كان بدي لحق الفطور، اوكي؟ فان شاء الله مع الايام الجايه بدنا نعمل فقرات الطبخ
ووجبات جديدة، وحابة أعمل فقرات حلو. خبروني إذا أنتو بهمكن هالشي. بحس إنه إيه فقرات الحلو. معلومة صغيرة عني إني أنا شاطرة بالحلو أكتر من الطبخ. أوكي، كنت لأنه ببيت أهلي بس أعمل حلو. كنت أحب الطبخ يعني، بس الحلو أشطر فيه يعني. فهل بدكن أعمل فقرات حلو ولا لا؟ عندي هيك ريسيبي شفتها على التيك توك، قلت بجربة معكن وهيك. وكيكس وأشياء لذيذة حابة كتير كمان جرب. نسيت اسمها، شو كان اسمها؟ خليت النحل، صح؟ خليت النحل بتكون جوات تشيز ومع هذا الصوص. يوم بعرف دقيقة أنا إنه صايمة فميتة من الجوع. أوكي. لسه السهلة كتير قوية. فخبروا. أوكي. بعده شوية بلاش. اوكي خبروني شو كمان فقرات حابينه برمضان، شو بتحبوا تحضروا؟ بتكون هيك سناكات اكل؟ بحس انه انا من النوع اللي برمضان بحب اتفرج على فيديوهات اكل، خصوصي وانا صايمه، ما بعرف هيك بحب اعذب حالي زياده عن اللزوم. فخبروني شو الفقرات مختلفه عن الطبخ والسكين كير والهير وهالاشياء حابين نجربها. حابه كمان اعمل فقره اوكي انه نجرب اشياء غريبه بنشوفها على الانترنت. اوكي، اشياء ترند غريبه بنشوفها على الانترنت، حتى لو كانت سكين كير او هاك مثلا، او مثلا اذا انه القهوه بتشيل هالات السودا مثلا. اوكي، انه نجربها مع بعض نشوف يعني، انا اكون الفقر التجارب تبعكم ونجربها مع بعض ونشوف اذا بيزبط ولا لا. انه هيك اشياء، شو رايكم؟ بس انه انتم عندكم شغل كمان، عندكم تبعتوا لي ترندات، تبعتوا لي اشياء اعملها لاقية يعني، وانا كمان اذا لقيت شيء بنزل لكم اياه بنحطه وبجربه، مو مشكله. هلا حاليا انا مضيع المسكرة. اوكي، ما بدي احط كثير، بس عم احط على الطرف طرف 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 الرموش هيك من فوق. اوكي جايز، ما بتصدقوا قد ايه ريحتها حلوه، مستحيل، ريحة كتير حلوة قوية يعني. أنا لساتني عم شمها، مفروض إني أنا تعودت على ريحة شعري. أوكي هلا ححط كمان شوية بلاش باودر لأنه ما بدي يطلع شكلي مومياء. اوكي بس هيك شكلي كثير تعبان، مع انه انا تمام يعني، اوكي مرضانه، بس انه مو تعبانه، بس ما اعرف ليه شكلي تعبان، لك وشي شكله تعبان، بدي ابرة نضاره بصراحه. حاسه ما عم بشرب مي منيح، نسيت المطارة تبعي الستانلي، صح؟ ستانلي اسمه؟ هلا ببيع باخدها معي مشان أول ما يقدم أحاول خلصها. لازم نشرب مي منيح يا جماعة، لازم. أوكي حفرجيكم شو راح البس. اوكي والزوم ان حاليا انا لابسه اي شيء هيك مريح بالبيت. هاد الموديل البليسي بيطلعني سمينه، مع انه اذا منشد انا تمام، بس ما بعرف ليه هاد الموديل هيك بيطلعني انه سمينه. انا ما بحبه هذا البليسي، ومعروف اصلا انه بيسمن. المهم افرجيكم الاوتفيت. سو هذا هو الاوتفيت. اوكي هذا الفستان، وفوقه هاي العبايه بشت، ما بعرف عبايه بس هي مو عبايه. نشوف كيف رح يطلع. اوكي سو هيك طلع الاوتفيت. كيف شعطوني رايكم؟ حبيتوه؟
حبيت شعراتي زدت لهم شوية زيت كمان. أول شيء يعني حبيت الريحة، ثاني شيء حسيت إنه شوي كان نافش وقت قلبته لهذا السايد. قشطت شعري من هون ونزلت خصلة من فوق فعملت هذا الموديل، حسيته إنه كيوت وبس.